سي عزيز. نعم سيدي. مرحبا بك. مرحبا خويا. شنو هو الجديد ديالك؟ سينمائيا باقي الفيلم ديال الحنش الحمد لله، دابا حنا وصلنا ل 552 الف، انا فرحان. وعندي الفيلم الجاي ان شاء الله غادي يكون في موانف شهر 9 مع ابراهيم الشكيري، هذا واحد الشكيل بحال الطريق الى كابول. نتمنى ان يكرمنا الله عاوتاني تواب الجمهور ديالو. هادشي اللي كاين. وكاين الصيف وعندي فيلم غندخل ان شاء الله نهار 15 الاكادير، عندي فيلم ان شاء الله باذن الله، نتمنى حتى هو يدوز التوار ديالو بالشكل اللي كيعجب عزيز داداس ويعجب الناس. شنو التقييم ديالك لهاد الطفره اللي كاينه دابا في السينما المغربيه؟ شوف انا كنقولها دائما ان الحمد لله دابا ولا الفيلم المغربي هو اللي كيجيب نسب المشاهده، يعني على مجموعه ديال الافلام. وكاينه دابا الحمد لله كاينه ارقام في المركز السينمائي هي كتقول هاد الشيء. هذا هو تيفرحنا حنا كممثلين وكيفرحنا كناس كيبغوا السينما. حيت بيني وبينك انا كنقول ملي كتلقى نسب مشاهده في الفيلم المغربي وتتعطي افاق ان تفتح قاعات سينمائيه، يعني ورجع داكش المجد اللي كان. يعني دابا تبارك الله ولا المركز السينما كينتج 24 فيلم وحنا عندنا 14 سينما، وهذا كيأثر فينا زعما. فكنقولوا حنا هذو بالله قلت انا ان مزيان اننا نخلقوا واحد القاعده جماهيريه على اساس يدخلوا المنتجين الخواص اللي يقدروا يفتحوا قاعات السينما، وتنوعدهم ان راه حتى السينما تجيب فلوس. يعني ماشي زعما بحكم الارقام اللي كنسمعوا دابا حاليا على الفيلم المغربي فراه تجيب فلوس. ولكن كاين بعض الانتقادات اللي كتقول هادشي ديال الحموضه وهادشي، يعني حنا راه هكاك حنا دايرين زعما، حنا ما نكذبش عليك، حنا نقول لك واحد القضيه ما يمكنش نعطيو الايديال زعما، نعطيو شي حاجه اللي سمو. حنا تنعتبروا راسنا مازال يلاه بدينا في السينما، حنا راه عندنا بحال شي وليد صغير يلاه كنربيو فيه، باقي ما عطيناش عندنا فيلم مغربي، ما عندناش سينما مغربيه، حنا يلاه غادي كنطوروا والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. ملي كتلقى كتسمع هاد النسب المشاهد اللي عندك انت كتدخل الافلام مثلا، كتقول راه بدينا تنولفوا للمواطن المغربي انه يريح وتكونسونترا مع فيلم وياخذ واحد ساعه ونص من الوقت ديالو. اما هاد القضيه ديال الحموضه وداك الشيء خليه زعما تيبقى فيه الحال، ماشي عليا انا، تيبقى فيا الحل لاي واحد كيدير هاد الدومين، حيت انا تنعرف شنو كيقاسي، تنعرف باللي كيدخل التصوير من الصباح حتى الليل شنو تيقاسي. ولكن ضروري كاين انتقادات. ضروري، هو ضروري، الا ما كانش انتقاد ما يكونش نجاح، ما يكونش، لان ما يمكنش ان مثلا نديروا كل شيء راه مزيان، فراه كيبقى حنا ما كنديروا هاد الشيء، حنا كنديروا للمواطن المغربي. يعني هذاك المواطن المغربي عنده حق، لانه هو اللي تيخلصنا، عنده حق انه يرقدنا، عجبو ما عجبوش، ولكن غير يامن بواحد المساله اننا حنا مازال يعني ما باقي ما لقيناش حريتنا يعني الكامله باش اننا نديروا داك الشيء اللي كيحلم به. وداك الشيء عندنا مازال في التلفازه خطوط حمراء اللي ما كنقدروش نناقشوها، وفي السينما مازال حنا باقي ما وصلناش لافكار كبيره اللي غتقدر ترضي كاع الشعب. ولكن الحمد لله الشعب غادي معنا وتيبغينا وتيساهم وتيجي. تتعرف المواطن حنا يمكن التلفازه حنا كنفرضوا نفوسنا عليه، من نجاح اي فنان هو ملي تيحس ان المواطن كيجي وتيخسر واحد الفلوس من ماله يعني، وتيجيب وليداته وكيجيب عائلته وشي كيتفرج فيك، فراه تتعرف ان الله راه كيكرمك بواحد الناس كيبغوك. بالنسبه للافلام الاجنبيه واش كانت عندك شي مشاركات ولا تيقتصر على الفيلم؟ يمكن انا شاركت فيلم يعني ديال اوركستر جيمينوي، كان عندي المشاركه زعما الوحيده. انا يمكن بعيد على هذا الشيء، يعني كنقول يمكن الحمد لله كرمنا الله بافلام مغربيه محترمه مزيانه وكتعجب الناس، فانا ما زعما ما عنديش هذيك الفكره. يعني يمكن عند ممثلين بزاف انا ما عنديش هذيك الفكره، فالا هي جات ولا شي حاجه مرحبا، اما الا ما جاتش فانا راه معانق الناس ديال المغرب افلام مغربيه وتنعيش معاهم لحظات زوينه، هادشي كيفرحني. يعني اخر اخر سؤال، ماشي سؤال، شنو شي تحيه للجمهور ديال الدار؟ ودي جمهور الدار وجمهور المغرب كامل لهنا واللي برا والناس كاع اللي كيبغوا عزيز داداس، انا كنبغيكم وكنقول لكم تبارك الله عليكم. الناس حصلوني في مكارما باش نحضر لواحد الفيلم انا نشوفه، وقلنا انني نيت نقول لكم تبارك الله عليكم من عند خوكم عزيز وسيف مبروك وبالصحه والسلامه وطول العمر. تبارك الله عليك.